ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده هحكي لكم عن كواليس التصوير وازاي دايما مرسيدس بتحاول تقتلني وبورشه بتحاول تطربني. يلا بينا. خليني نبتدي بالتقيله الاول. وانا بصور المايباخ ال 580، العربية الفاخرة جدا، أمه مش عارف كام مليون، تمام؟ كنت بصورها فين؟ بصورها في مكان مقفول، في جراج تحت الأرض أو على مستوى الأرض. وعشان كمان كان في دوشة، لأنه في وسط البلد كان في دوشة جدا عالية جدا من الشارع، فقلت لهم إيه؟ اقفلوا الجراج خالص، هنقفل عشان نعرف نركز. مايباخ محتاجة شياكة معينة، ما ينفعش تصورها في حتة فيها دوشة وواحد بيخبط مثلا على أنبوبة جاز، فما ينفعش مايباخ يعني. فكنت بحاول أحافظ على برستيج العربية، وكمان إن أنا أعرف أصور أن العربيات دي أنتوا بتشوفوا مثلا 26 دقيقة أو 21 دقيقة أيا كان الوقت، التصوير بياخد من 3 ل 4 ساعات عشان نطلع بالحبة دول. فبس لقيت الصوت عالي قوي من بره، رحت قلت لهم معلش يا جماعه اقفلوا الجراج. طيب اللي حصل بعد كده بقى كان لذيذ جدا. البطاريه كانت نايمه تقريبا، عربيه مركونه كان بقالها فتره وما بتتحركش، وما كانش فيها بنزين، راحوا جابوا بنزين مبدئيا. اوكي، او كان فيها يا دوب بنزين شويه قليله، فجابوا لنا حبه بنزين. حتى العربيه دي وهي واقفه بتستهلك بنزين كتير جدا، الفي 8 جبار، كل ده اوكي. قال لك لازم تدور العربيه، وانا كنت قافل الجراج، الجراج مش كبير قوي. فعلى اخر الفيديو كان ابتدى يجي لي تسمم من اول اكسيد الكربون، اللي هو الكربون مونوكسيد بويزنج. ده انت عارفين الناس ياما بتضيع حياتها في الموضوع ده يعني. فالموضوع ابتدى يقلب بجد، وانا ابتديت اصدع. انا عارف الصداع بتاع اول اكسيد الكربون ده مشهور يعني، بتحسه كده لو انت في حته مقفوله ومدور عربيه عشان البطاريه ما تقطعش. كان انت عارف في اخر الفيديو، في اخر لقطه خالص، اللقطه اللي انا كنت بنام فيها، انا كنت فعلا عايز انام، كنت عايز اطلع من المكان بسرعه لانه كان الهواء اللي فيه مش نقي خالص، تمام؟ وفعلا جاب لي صداع، قعد معايا نص يوم او يوم يعني، قعد معايا حبه حلوه. الصداع تقيل بيبقى قوي بتاع الكربون مونوكسيد ده. نجي لكم على المرسيدس الثانيه اللي حاولت تقتلني. مين بقى؟ السي ال اس 55 اي ام جي. دي عربيه طايشه. في كواليس التصوير الفرد الخلفية كانت أقل عرضا، لأن صاحب العربية ما كانش لاقي الفرد المقاس الصح، تمام؟ فالفرد الأصلية بتاعتها الأعرض مش راكبة، راكب عليها فرد أكنز، تمام؟ العربية دي في كذا محاولة تسارع كانت عايزة فعلا يعني تلف ظهرها خالص وتخمس بيا حتى أنا في ستريت لاين. العربية دي رهيبة عشان أطلع منها رقم تسارع كويس وانا ابقى حاكمه. اخذت محاولتين ثلاثه قبل التصوير، واحده فيهم وقعت قلبي شويه عشان الحته اللي بجرب فيها التسارع الشارع على جنبين ايه بيقع، فلو هي عربيه كبيره عامله زي القارب، فلو لفت اوبا بقينا في الجبل تحت عادي يعني، تحت الجبل. فليا كده مع مرسيدس دايما حاجات بتحصل مختلفه. اما بالنسبه لبورشا الماركه الالماني، فدايما بيطربوني. اوكي، لو فاكرين الكيان الجي تي اس، عربيه نادره جدا، كنت عملت السيدان، مش الكوب يعني، فاكرين عملت الريفيو بتاعها، كنت بصوره في وسط عاصفه رمليه فعليه يعني، في التراب نفسه، التراب كان جوايا، وحاولت استنى يهدى، ولكن النتيجه ان ايه، ان انت بتتطرب كلك وبتسف تراب. وفعلا النظرية بتاعت ان بورشا دايما بيبقوا مطربين دي حصلت معايا تاني. واخرهم ايه بقى؟ ال 911 التربو، وانا بصور راح قامت عاصفة تراب. المهم بتوع الارصاد كويسين قوي الصراحة يعني، لما تشوفوا الارصاد بتلاقوا ما بتجليش، قامت العاصفة. بس كملت الريفيو قلت انا يا هي، عشان كده لو انتوا واخدين بالكم ما عملتش تجربتين تسارع، دايما بعمل واحدة كده واحدة كده، عملت واحدة بس ليه؟ لانه على بال ما عملت التانية وانا داخل، كنت داخل في عاصفة ترابية فعليا جوه بقى الصحراء، وايه الصحراء ما فيش حاجه بترحم، التراب داخل عليك كده ولا كده، كانت غريبه جدا. كل التجارب دي لذيذه وكم، ولكن مره واحده زمان اول ما عملت القناه تقريبا كنت بصور نيسان سنترا وما انساش، رحت حته في التجمع هاديه وقلت بس لقيت مكان كده ايه، عارفين الميادين، في ميادين هاديه في التجمع، قلت هصور فيها عشان الدنيا ما تبقاش ملخبطه. فانا واقف هناك
وفي الميدان لذيذ جدا وهادي والدنيا جميله. لقيت غراب، قلت اوكي مفيش مشكله. كل ما اتكلم وابتدي اتكلم بقى واسجل الاقي الغراب، غراب جاب غراب جاب غراب تالت. بقت في حفله غربان وبيعملوها عن قصد، انتوا مش فاهمين قد كده الغراب ده طائر ذكي، وطائر ذكي جدا مبدئيا. هو يعني هو بلطجي عامل زي البايرت يعني، ولكنه ذكي جدا، واللي فيكم يعني بيحب الطيور الجارحه زيي بعرف ان الغراب ده ممكن يشاكس عقاب او حاجه كبيره جدا او حدايق، ما فيش حاجه بتقف معاه وبيخش عليهم على طول. فكانوا عايزين يمشوني من مكان بالبلدي كده، كل ما اصور اتكلم. انا بقى افتكرتها ايه، مره اتنين صدفه، لا دول كانوا مركزين معايا. وفعلا هم انتصروا لانه كان واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه. المهم يعني بقت في حفله غربان واقفين على الـ على الـ على عماد عمدة النور يعني، وخلاص رحت فعليا غيرت مكان التصوير عشان كنت جبت اخري مع الغربان. الغربان رهاب. بس دي كانت اغرب حاجه فعلا، لان دول بقى انا في الاخر قلبت معايا بضحك. انا في الاخر هو انتوا بتعملوها عن قصد؟ هو هم مركزين قوي؟ لا كل ما بتكلم صوتي مش عاجبهم، في ايه، ايه علاقتي مع الغربان؟ ما علينا. ودي كانت اغرب قصه حصلت لي في كواليس التصوير، بخلاف بورشه اللي بتطربني ومرسيدس كده دايما بتحب تقتلني عادي خالص. بس سلام.